بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 2 من كورس إنشاء برنامج المستشفيات بلغة الـ PHP مع استخدام فريم ورك لارافيل. بإذن الله تاني درس إن شاء الله هيكون فيه البلان الموجود عندنا في الدرس بإذن الله. أول حاجة إن إحنا هنعملها النهاردة إن شاء الله إن إحنا نعمل انستليشن للارافيل 8. طبعا إحنا هنشتغل على الإصدار الأخير اللي هو لارافيل 8 إن شاء الله. تاني حاجة هنعمل انستليشن للام كامارا لوكاليزيشن اللي هي مسؤولة عن عملية الترجمة من العربي او الانجليزي او اللغات. الحاجة التالتة ان شاء الله في درس النهاردة ان احنا نعمل انستول للاستراتوميك اللي هي مسؤولة عن الترانسبيتابل. طبعا يمكن في بعض الدروس او بعض الكورسات اللي انا كنت اشتغلت عليها كنا بنستخدم حاجة اسمها سباتي ترانسبيتابل، بس السباتي كانت مشكلتها معايا ان انا بحدد لغة او اتنين عشان احدد اللغة التالتة او الرابعة او الخامسة او الكلام ده كله كانت تاخد مني مجهود كبير جدا. فحل المشكلة دي عندي لاستراتوميك حلت لي المشكلة ديت ان ممكن اكون عندي الويب سايت بتاعي يكون بيدعم اكتر من اي لغة انت تحتاجها وبيكون طريقة الهندلة بتاعتها بشكل صحيح وسليم وسهل فوق ما تتخيل. الحاجة اللي بعد كده ان شاء الله ان احنا هنستخدم لارافيل بريز. لارافيل بريز هي مسؤولة عن نظام الاوثنتيكيشن اللي هي بتعمله لي في لارافيل 8. طبعا في لارافيل 8 في موجود عنده لارافيل بريز وموجود عنده حاجة اسمها جيت ستريم، بس احنا هنستخدم في الكورس بتاعنا لارافيل بريز. هي طبعا اسهل بكتير جدا من الجيت ستريم، وانت لك حرية الاختيار لو عايز تشتغل على جيت ستريم مفيش فرق بينهم خالص، يعني الاختلاف بسيط جدا. بعد كده ان شاء الله هنعمل كرييت للراوت بتاعنا بتاع الفايل اللي هو موجود الداشبورد، وهنعمل بعد كده انستليشن للداشبورد، وبعد كده هنعمل الكنترولر ونعمل الكرييت بتاع الاندكس. ده هيكون درس النهارده ان شاء الله. يلا بينا كده ناخد اول خطوه ونعمل سيت اب للارافيل 8. يلا بينا. بعد ما دخلنا على موقع لارافيل المفروض هندخل على الدوكيومنتيشن. طبعا احنا هنشتغل على اخر فيرجن موجود للارافيل لغايه وقتنا هذا اول ما بدانا الكورس بتاعنا ان شاء الله. برضو نفس القصه لو انت حابب تشتغل على لارافيل 7 مفيش اي مشكله، حابب تشتغل على لارافيل اللي يريحك، لكن انا يعني يفضل ان احنا نشتغل على اخر فيرجن من لارافيل. طيب اول حاجه هنزل تحت هنا كده، احنا بنشتغل عن طريق الكومبوزر، فبالتالي عملية الانستليشن للكمبوزر هتكون بالشكل ده. أول حاجة بيقولك إنك هتكتب كمبوزر كرييت بروجكت لارافيل لارافيل بالشكل ده هنا، وتنتهي الكلام عند الجزئية ديت. بيقولك اكزامبل اب، يعني اكتب اسم البروجكت اللي أنت عايزه كيفما تشاء اختار البروجكت بتاعنا. احنا ناخد الإصدار الأمر ده كوبي، وهنروح مثلا أنا على درايف الدي هفتح الجيت باش. تمام، قبل ما اكتب الامر احيانا الجيت باش اول ما بعمل كوبي بيست هو دايركت على طول بينفذ الامر، فاحنا هنغير بس الاسم عشان لو نفذ الامر يبقى احنا الاسم بتاعنا. طيب الاسم بتاعك سميه كيفما تشاء، احنا طبعا بنشتغل على بروجكت هوسبيتال يعني خاص بالمستشفيات، وانت برضو براحتك سمي الاسم اللي انت عايزه اللي يريحك. فاحنا هنقول له اسمه هوسبيتال مثلا، بما اننا بنشتغل على نظام المستشفيات هوسبيتالز مثلا، نزود الاسم ونيجي هنا نقف. طبعا اقف في المكان اللي انت عايزه، يعني انا واقف مثلا في درايف دي دلوقتي، اول ما اعمل كده خليني بس اقفلك الجيت باش عشان تبقى تاخد بالك، اول ما بعمل كده واقول له جيت باش هير يعني مضمون الكلام اعمل لي داونلود هنا، هو دايركت هيعمل داونلود في الحته اللي انا واقف فيها. تمام، هاجي هنا اقول له نفذ الامر ده واضغط اوكي. طبعا الباكج بتاعت لارافيل 8 بتنزل تقريبا ممكن من حوالي 3 الى 4 دقائق او كحد اقصى 5 دقائق على حسب سرعه النت عندك. فان شاء الله بعد ما الباكج تنزل باذن الله نرجع للفيديو. ورجعت لكم مره تانية مع الباكج بعد ما اتسطبت خلاص. كده الباكج نزلت عندي، لو انا جيت عملت الجيت باش كده هلاقي البروجكت بتاعي اسمه هوسبيتالز اهوت الموجود عندي. هاجي مثلا اقول له جيت باش جوه البروجكت نفسه اهوت. انا هنا هقول له مثلا ان احنا عايزين نشغل البروجكت بتاعنا، نقول له بي اتش بي ارتيزان سيرف. طبعا احنا المفروض دلوقتي اول حاجه هنعملها ان احنا هنشغل الاكزام بتاعنا. طيب في سؤال ممكن بعض الناس بتساله،
يقول لك ليه يا باشمهندس انت ما حطيتش البروجكت بتاعك جوه درايف سي في الاتش تي تي دوكس في الاكزام والكلام ده كله؟ ليه ان انت حطيت البروجكت بتاعك على الدي وكل شويه تعمل بي اتش بي ارتيزان ميج سيرف وتشغل البروجكت بتاعك؟ ايه الفكره في كده يعني، او الحكمه في كده؟ انا واحد من الناس بحب دايما المشاريع بتاعتي تكون عن بعيد عن درايف سي. يعني انا الافضل ليا انا لما افتح الجهاز بتاعي وهشتغل على بروجكت دلوقتي، ففي الحاله دي انا مش هشتغل على اتنين بروجكت او تلاته بروجكت عشان نفتح فيرجوال هوست ويشتغل لي على اكتر من بروجكت. دي حاجه. الحاجه التانيه، لا قدر الله، لا قدر الله لو حصل ظرف ما في الجهاز بتاعي وقررت ان اعمل سيت اب لنظام ويندوز جديد او الكلام ده كله، ده بيريحني جدا ان الداتا بتاعتي ما بتروحش من عندي وبكون الحاجات دي كلها بعيده عن ان الداتا تضيع. وده ما يمنعش برضو، ارجع اقولك تاني، لك حريه الاختيار ان انت تشغل على درايف الدي، تشغل على درايف السي، الاختيار اللي انت عايزه. بس انا حبيت بس اوضح لك الجزئية بتاعت ليه انا فكرت اعمل الجزئية دي. تمام. هنا المفروض نقول له احنا عايزين نشغل البروجكت بتاعنا. طيب كده البروجكت بتاعنا اشتغل اهوت، الحمد لله بفضل الله. ادي الجيت باش بتاعنا اهوت، البروجكت بتاعنا تمام زي الفل. طبعا احنا لغاية وقتنا هذا احنا شغالين على لارافيل بوينت 34، تمام، اللي هو 8.34، وطبعا بنشتغل على الاصدار اللي موجود عندي دلوقتي اللي هو 7.3.19. طبعا ممكن يكون اصدار البي اتش بي عندك اعلى او ايا كان. تمام كده احنا سطبنا لارافيل 8 اول جزئيه. الخطوه اللي بعد كده هنفتح برضو ارجع اقول اختار محرر الاكواد اللي يريحك. انا بشتغل دايما على البي اتش بي ستورم، انت ممكن تشتغل على الفيجوال بيزك، في ناس بتحب تشتغل على سبلايم تكست، في ناس بتحب تشتغل على في واحد تاني اسمه نيت بينز، وفي عندك براكتس، في عندك التوما تقريبا او حاجه زي كده اسمه على ما اعتقد. فانت اختار كيفما تشاء يعني المحرر الاكواد اللي انت حابب تشتغل عليه بالطريقه اللي تعجبك انت. يعني بلاش تمشي معايا اللي هو ستيب باي ستيب، يعني مثلا خطوه بخطوه نفس الاسلوب ونفس الطريقه، لا، حاول ان انت تغير لو عايز تشتغل على محرر غير اللي انا بشتغل عليه. فانا دايما يعني يفضل دايما ان انا بحب اشتغل على البي اتش بي ستورم. بس مشكله البي اتش بي ستورم معاك ان هي بيكون بيدي لك 30 يوم فري، وبعد كده بيوقف معاك ان انت كل ما تيجي تشتغل بعد نص ساعه يفصل منك، كل شويه نص ساعه ويفصل منك عشان انت مش شاري النسخه بتاعته. طبعا في حاجات بتعمل الكلام ده كله كراك ويعمل الكلام ده كله عشان يضرب لي النسخه ويخليها لي متفعله دايما، بس انا واحد من الناس لا انصح بالكلام ده كله خالص. بما انك بتشتغل في مجال البرمجه ابعد دايما عن الكراكات وابعد عن الكلام ده كله، لان احيانا ممكن تسبب لك مشاكل كبيره جدا انت في غنى عنها. فيفضل دايما لو انت مش هتشتري البي اتش بي ستورم يفضل دايما تشتغل على محرر اكواد يكون اوبن سورس مفتوح عشان ما يعملش ليك مشاكل. لكن انا بالنسبه لي انا عندي النسخه الكامله من البي اتش بي ستورم، ففي الحاله دي بالنسبه لي هتكون الامور سهله شويه. فانت اشتغل دايما على حاجه تكون اوبن سورس بما انت ما عندكش البي اتش بي. انا بس حبيت اوضح شويه جزئيات طبعا في الكورس المدفوع، يعني كل حاجات كده مش عايز اعديها لك مرور الكرام، عايز اوضح لك حاجات كتير واساسيات كتير، مش عايزك تستعجل في الكورس ده. طبعا وقت الفيديو احنا هنا بنتكلم في كورس مدفوع، اذا احنا بنتكلم باريحيه شديده جدا. كل معلومه هتتقال في الفيديو هي هتفيدك جدا ان شاء الله، سواء معلومه برمجيه او معلومه في عمليه ترتيب البروجكت او الشغل او ايا كان. طبعا هو فتح معايا هنا على اخر البروجكت انا كنت شغال عليه، فاحنا في البدايه هقول له هنقول له اوبن، هنروح احنا شغالين على درايف الدي، شغالين على البروجكت بتاع الهوسبيتال. تمام. بيسالني بيقول لي دلوقتي انت عايز تفتحه في نفس الصفحه ولا عايز تفتح نيو؟ يفضل دايما ان انا افتحه في نيو واقفل الصفحه اللي انا فيها على طول. هو دلوقتي هيفتح البروجكت بتاعي بتاع الهوسبيتال. نقفل احنا كده البروجكت ده، ثواني لما يفتح معانا. طبعا كمان بي اتش بي ستورم مشكلته حاجه واحده جدا، ان هو دايما بيحب اجهزه تكون عاليه في الامكانيات. يعني اقل حاجه الرامات بتاعتك تكون فوق 4 جيجا وانت طالع، يعني مثلا 4 او 8 يعني يفضل دايما، يعني لانه بيكون بس عمليه اللودنج بتاعته في اول مره بتاخد وقت طويل شويه، لكن لو الجهاز بتاعك سريع فبالتالي هتبقى الامور سهله بالنسبه لك شويه.
هو بيعمل اندكسنج دلوقتي. طبعا بقى من مميزات البي اتش بي ستور ان هو الحاجات اللي هو محتاجها بيبدا داير يقول لك انا عايزك تعمل لي انستليشن ليها. طبعا ان بي ان والكلام ده كله، بس احنا مش هنتسطب كل الكلام ده، سيبه خالص احنا مش عايزينه. هندخل اول حاجه نشوف البروجكت بتاعنا بقى بالشكل ده، الامور كلها تمام. طيب الخطوه الثانيه، تعال نشوف خطه المشروع ايه. اول جزئيه بتاعت الدرس النهارده احنا عملنا سيت اب لنظام لارافيل 8. الخطوه الثانيه بيقول لي ان انت هتعمل انستليشن نيل ام كامارا لوكاليزيشن. طيب هنا ده الانستليشن، خلاص كده احنا بالنسبه لنا لارافيل ما عدناش محتاجينه، ولا مع ذلك خلينا موجود ممكن نحتاجه في وقت من الاوقات. ده الخطوه الثانيه ان احنا هندخل على الام كامارا لارافيل لوكاليزيشن. الباكج بتاعتهم من اسهل الباكج اللي ممكن تتعامل معاها في عمليه الترجمه، وطبعا ليها شروحات كتير انا شرحتها قبل كده في القناه هنا، ومع ذلك برضو في الكورس المدفوع هتكلم معاك اكني اول مره اشرحها لك وانك ما تعرفش عنها اي حاجه. في البدايه لارافيل لوكاليزيشن مهمتها حاجه كويسه جدا، اللي هي بتديني عمليه ترجمه الويب سايت بتاعي او البروجكت بتاعي. وطبعا المميز فيها ان هي بتدعم لغات كتير جدا، عدد لا ما لا نهايه من اللغات. انت بتتحكم من عمليه الكونفيج بتاعك ايه اللغات اللي انت حابب ان هي تشغلها في الباكج دي. في البداية قال لك أول جزئية عشان تستخدم لارافيل لوكاليزيشن اللي هي الام كامارا، هي بدأت معانا بلارافيل 4 وبعد كده فضلت تمشي معانا لغاية لارافيل 5 فيما فوق. في طول ما احنا ماشيين وهي ده الفيرجن بتاعهم، أول ما بدأوا لارافيل لوكاليزيشن كانت 4 وبعد كده بقت 4.1 والكلام ده كله. طبعا ده بدأت أول ما بدأت بالشكل ده، وطبعا بيقول لك إن هي بتدعم لارافيل اللي هي بتدعم البي اتش بي 7. تمام، لازم يكون عندي البي اتش بي اقل اصدار عندي 7 لما اجي استخدم الجزئيات دي. تمام، طيب في عمليه الانستليشن اول حاجه بيقول لك انك هتكتب كومبوزر ريكوايرد ام كامارا لوكاليزيشن، وهو هيبدا يعمل سيت اب للباكج. خلينا كده ناخد الامر ونفتح التيرمينال بتاعنا على المحرر الاكواد. طبعا احنا اتفقنا خلاص ان انت على حسب ما انت بتشتغل على محرر الاكواد بتاعك ايا كان، وهاجي اضغط هنا اقول له اعمل لي سيت اب للارافيل لوكاليزيشن. طبعا الباكج دي برضو ممكن تاخد من وقت نقول مثلا من 5 ل 6 دقايق على حسب النت، فبعد ما تعمل عمليه السيت اب ان شاء الله ارجع لك في الفيديو. ورجعت لكم مره تانية كده، خلاص الباكج عملت سيت اب دلوقتي كده. خلاص الامر الاولاني اللي هو كومبوزر ريكوايرد، طبعا احنا لو جينا نرجع كده هنشوف هنلاقي ان هو عمل انستليشن للارافيل لوكاليزيشن وعمل دلوقتي خلاص كده تمام بالنسبه لي. الخطوه اللي بعد كده هرجع على الباكج اشوف ايه الحاجه التانية. بيقول لي المفروض دلوقتي في الكونفيج فايل انت لازم تعمل بابليش للكلام ده كله عشان ينقله لك من الفيندورز يحطه لك في الكونفيج فايل، عشان ان انت تلاقي فيه حاجه اسمها جوه الكونفيج هتلاقي حاجه اسمها لارافيل لوكاليزيشن دوت بي اتش بي. فاحنا اول تلقائيا برضو عايزك تشوف حاجه دلوقتي، احنا لو جينا خلينا بس ننزل التيرمينال كده، لو جينا روحنا على الكونفيج المفروض دلوقتي هنا يكون معايا ملف اسمه لارافيل لوكاليزيشن. طبعا هو مش موجود لان لسه ما عملتش بابليش له. فبعد ما اخد الامر اللي هو كاتبه هنا كده واعمل بابليش له، انا عايزك تبص هنا ايه اللي هيحصل دلوقتي اول ما اعمل بابليش. تمام، خلاص كده تمام. هنا دلوقتي بيقول لي ان خلاص ان هو نقل لك الفايل من الفيندورز حطها لك جوه الكونفيج لارافيل لوكاليزيشن. تمام، طيب خلينا هنا شوف، لاحظ على طول نزل معايا الفايل اللي بيدعم اللغات. لو جينا ندخل جوه الفايل ده هنلاقي شوف دي كميه اللغات اللي موجوده جوه الباكج. تخيل دي كميه لغات اللي تخطر على بالك واللي ما تخطرش زي ما بيقولوا. تمام، هنا دلوقتي شوف اهو كل دي لغات اللغات دول انت ممكن تحتاجها. طبعا الديفولت اللي بينزل مع الباكج اول ما بتشتغل بيكون معاه اللغه الاسبانيه واللغه الانجليزيه، يعني حتى كمان هو هنا دلوقتي عامل كومنت على اللغات ديت هو موقفها. فاحنا دلوقتي على سبيل المثال احنا شغالين على الانجليش وعايزين نشتغل على العربي، وطول ما احنا شغالين في البروجكت بتاعنا هنشتغل على اكتر من لغه لو احنا حابين. فاحنا دلوقتي هنعمل كومنت للغه الاسبانيه مش محتاجينها، بعد كده هندور على اللغة العربية. نقف هنا بس كده عشان يديلي كلمة العربية، اهيت هنا اللغة العربية رقمها بيكون 239 اهو 239. هعمل كده ان انا اشيل الكومنت. اذا دلوقتي انا اللغتين اللي فعالين عندي هي اللغة العربية واللغة الانجليزية.
طيب انا كده دلوقتي تمام، عملت الكونفيج هنا تمام، فعلت اللغه العربيه واللغه الانجليزيه اللي هتكون موجوده جوه البروجكت بتاعنا. الخطوه اللي بعد كده هو بيديني حاجه تانية. ايه هي؟ بيقول لي ريجستر ميدل وير. لو سمحت عشان تشتغل بالباكج دي بشكل صحيح، في حاجات جوه الميدل وير لازم حضرتك تحطها لي. طيب باشمهندس، انت عودتني لما تيجي تشرح لاي حاجه في اي كورس بتفهمني ايه الحاجه دي اصلا، هو ليه احنا هناخد الكلام ده نحطه في الميدل وير؟ ايه هو الحاجات اللي هو عاملها؟ بيقول لك اصلا ان في حاجات اللي هي الريدايركت والريدايركت سيشن والكوكي والفيو باث، تمام؟ دي حاجات ان شاء الله قدام هنتكلم عليها، اللي كل كلاس من ده فايدته ايه وبيعمل ايه، على الكلام ده كله هنتكلم عليه ان شاء الله. فدي حاجات احنا المفروض دلوقتي هنضيفها جوه الميدل وير عشان نبدا نشتغل فيها. بس نلاحظ ان هو بيقول لي انك هتشتغل جوه الراوت ميدل وير. حاضر، فين الراوت ميدل وير ده؟ بيقول لك ان المفروض هتدخل على الاب، بعد كده على الاتش تي تي بي، هتلاقي فايل اسمه كيرنل دوت بي اتش بي. طيب حاضر، هروح على الاب، هروح على ال HTTP، هلاقي فيه فايل اسمه kernel.php، تمام؟ هنزل هنا تحت، طبعا هو بيقول لي protect middleware، سيبك منه، كمل كمل لغاية ما يقول لك اللي هو middleware route، تمام؟ هنيجي هنا بعد ده ونضغط Ctrl V عشان ننزل الحاجات اللي هي موجودة مع Laravel localization اهوت، ونضغط OK. كده تمام؟ كده تمام. الخطوة احنا كده بالنسبة لنا يعني سطبنا عملية سيت اب للام كامارا بشكل صحيح وتمام وزي الفل. بعد كده هو بيديني شوية اكزامبل كده، بيقول لي بقى انك عايز تشتغل بيها والكلام ده كله، فاحنا مش هنشتغل دلوقتي بالكلام ده كله. احنا طبعا درسنا النهاردة بنعمل سيت اب للباكج اللي احنا هنستخدمهم، وخلاص انا كده بالنسبة للام كامارا خلاص كده يعتبر هي اتسطبت معايا تمام زي الفل، وكده انا خلصت اول باكج معانا. نروح كده بس للحاجة التانية. احنا كده دلوقتي عملنا انستوليشن الام كامارا. الخطوه الثالثه ان احنا هنعمل الاسترا اتوميك اللي هي مسؤوله عن الترانسبيتابل. طيب نقفل الام كامارا ما عدناش محتاجينها، ندخل على الاسترا اتوميك اللي هي بتاعه الترانسبيتابل، ودي اسهل مما تتخيل، اسهل مما تتخيل. طيب سؤال يا باشمهندس، هي الاسترا اتوميك دي فايدتها ايه او هتعمل ليها ايه في البروجكت بتاعنا؟ احنا طبعا احنا بنشتغل ب مالتي لانجويج، يعني الويب سايت بتاعنا هيكون فيه عربي انجليزي، ممكن في واحد عايز يشغل فيه الماني، واحد عايز يشغل فيه فرنسي، واحد عايز يشغل فيه تركي، ايا كان اللغات اللي انت عايز تستخدمها. لو كنا هنستخدم فيه باكج بتنافس الباكج دي اسمها اسباتي ترانسبيتابل. بس مشكله الاسباتي حاجه، ايه هي؟ انا مثلا على سبيل المثال عايز اعمل انسيرت في الداتابيز لمثلا الاقسام، المفروض دلوقتي يكون عندي انبوت بترجمة العربي، وانبوت لترجمة الانجليزي، وانبوت لترجمة الفرنساوي، وانبوت لترجمة الاسبانيش، وانبوت لترجمة التركي. طب تخيل دلوقتي انا عايز اسجل مثلا الاقسام جوه الداتابيز، فلازم يكون عندي 5 انبوت في الفورم بتاعتي، اكتب فيها العربي واكتب فيها الانجليزي واكتب فيها كذا واكتب فيها كذا. طيب باشمهندس، انا تعبت وعملت الجزئيه دي، وجيت بعد ما خلصنا البروجكت في وقت من الاوقات حبيت تقدم البروجكت ده في مكان، فقال لك احنا عايزين لغه كمان. تخيل بقى حجم الهيدك اللي سيادتك هتتعب عشان انك تدخل على المشروع بالكامل، تعمل انبوتس، تزود انبوتس في كل الفورم اللي انت عملتها. طيب الاستراتوميك هتريحني في ايه؟ الاستراتوميك قال لك لا، انت هتعمل حاجه كويسه. ايه هي؟ انت هتعمل فورم عاديه خالص. طيب ماشي تمام، وهتعمل انبوت واحد مثلا اسمه اسم القسم، صح؟ قال لك اه تمام. انت دلوقتي واقف على اللغه الايه؟ انا واقف على اللغه العربيه. لو انت كتبت اللغه العربيه وعملت انسيرت في الداتابيز هو هيحفظها باللغه العربيه. طب كلام جميل. طب لو انا دلوقتي واقف على اللغه الانجليزيه، لو كتبت اللغه الانجليزيه في نفس الانبوت وعملت انسيرت في الداتابيز هيحفظها باللغه الانجليزيه. طيب الحاجه الثالثه، لو انا واقف على اللغه التركيه ورحت عامل انسيرت في الداتابيز هيحفظها لي باللغه التركيه. اذا دلوقتي هو انبوتس واحد بس بناء على اللغه اللي انا واقف عليها حاليا في البروجكت او الحاليه المفعله، هو يعمل انسيرت في الداتابيز بنفس اللغه اللي انت موجود عليها. وان شاء الله ده في الدروس الجايه باذن الله هنشوفه بشكل سليم باذن الله. قال لك ان عشان تعمل الجزئيه ديت هتعمل كومبوزر ريكوايرد الاستر اتوميك لارافيل ترانسبيتابل. حتى كمان هو عاطيني اكزامبل على الكلام ده كله، بس سيبنا منه خالص، احنا مش هنبص على اي اكزامبل النهارده او اي شيء من الكلام ده كله. هنقول له سيت اب. طبعا
بالنسبة للترانسبيتابل يمكن ما بتاخدش وقت كتير زي اللارف لوكاليزيشن او اي باكج، لان هي باكج خفيفة جدا ما فيهاش يعني ما بتستدعيش حاجة كبيرة جدا. خلينا كده عم هو يعمل انستليشن نشوف الاكزامبل بس اللي هو عاملها اهيت. ده الاكزامبل اللي هو عاملها، لو رحنا قلنا له احنا عايزين نستخدمه في المالتي لانجويج سبورت في الاليكوانت ازاي نستخدمه. ان شاء الله هيكون في شرح كامل للكلام ده كله. بيقولك انك مفروض ده الطبيعي اللي انت كنت بتعمله في اي جدول، انك عايز تعمل جدول وبعد كده المفروض لا، قالك ان الحاجة ديت عشان تعملها لازم تعمل جدول وبتعمل حاجة اسمها ترانسليشن للجدول التاني. كل ده ان شاء الله احنا هنشوفه قدام باذن الله في الجزئيات الجاية ان شاء الله. كده هو سطب عندي الاستراتوميكلي ترانسبيتابل. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ تعال نشوف الخطوه اللي بعد كده. قال لك احنا هنعمل انستليشن للارافيل بريز. طيب كلام جميل، خلينا نقفل كده الاستراتوميك دي الارافيل بريز. طيب ايه هي فكره الارافيل بريز يا باشمهندس؟ هي بتاعت ايه او بتعمل ايه؟ لارافيل بريز هي بتعمل لي نظام الاوزنتيكيشن. لو تتذكر في لارافيل 7 كنت انت بتعمل امبر اللي هو كومبوزر ريكوايرد يو اي، وطبعا فيرجن 2.4 او حاجه زي كده عشان يعمل لك نظام الاوزنتيكيشن بالبوت ستراب والكلام ده كله. فلارافيل بريز في الاصدار الثامن عملت نفس الجزئيه ديت بس بشكل احسن شويه وشكل الطف شويه. طيب باشمهندس، هو نظام الاوزنتيكيشن في لارافيل هو لارافيل بريز بس في لارافيل 8 ولا في حاجه ثانيه؟ تعالى كده نشوف الباكج ايه اللي هو بيتكلم عنها. قال لك ان لارافيل بريز ديت تعتبر من يعني انا من وجهه نظري من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تعمل سيت اب في نظام الاوزنتيكيشن في لارافيل 8. وقال لك ان انت كمان تقدر تشتغل عن طريق الجيت ستريم والانيشير تقريبا. في برضو حاجه ثانيه معرفش هل الاسم صحيح نطقته صح او غلط. وطبعا ان هو بيقول لك لارافيل بريز اللي هي بتبقى يعني معموله بواسطه البليد اند التيل نت. تمام، انا كده بالنسبه لي هشتغل على لارافيل بريز. لو انت عايز تشتغل على الجيت ستريم تعال نبص عليه برضو نشوفه. لو احنا عايزين نشوف ايه فكره الجيت ستريم، بيعتمد على ايه او شكله ايه او الكلام ده كله. طيب الجيت ستريم بدايته بتكون اول حاجه عشان نعمل انستليشن للجيت ستريم، قال لك انك بتعمل كومبوزر ريكوايرد لارافيل جيت ستريم. تمام، بعد ما تعمل الجيت ستريم بيسالك سؤالين، انت عايز تشتغل بايه في الجيت ستريم. طبعا الجيت ستريم بيدعم حاجتين، بيدعم حاجه اسمها لارافيل اللي هي اللايف واير، معلش اسف، اللايف واير، وبيدعم حاجه ثانيه اللي اسمها الانيشير اللي هي الحاجه الثانيه يعني زي شبيهه للارافيل اللايف واير، معلش انا اسف. فاللايف واير هو يعتبر اللغه الشائعه او الحاجه المستخدمه التقنيه بنسبه كبيره جدا في جيت ستريم مع اللايف واير. بس احنا مش هنشتغل بجيت ستريم، لكن انت لو حابب تشتغل بجيت ستريم برضو ما فيش اي مشكله خالص. بس انا هشتغل دايما باللارافيل بريز لان هي سهله جدا وبتكون خفيفه على الجهاز وما بتاخدش وقت طويل جدا، وكمان ان شاء الله قدام هتساعدني في جزئيه المالتي اوثنتيكيشن. ان احنا طبعا ان شاء الله بعدين البروجكت بتاعنا ده هيكون فيه مالتي اوثنتيكيشن، سواء بقى الادمن سوبر ادمن المريض الدكتور الكلام ده كله، فده هيريحني ان شاء الله قدام بعدين. قال لك اول جزئيه عشان ان انت تستخدم لارف بريز المفروض يكون عندك بروجكت لارافيل، وبعد كده بعد ما تنزل بروجكت لارافيل هتعمل سي دي وتدخل على الاسم البروجكت بتاعك، وبعد كده تكتب كومبوزر ريكوايرد لارافيل بريز ديف. تمام، خلينا ناخد الامر ده كده ونضغط هنا ونقول له انتر. ده كده دلوقتي المفروض هيعمل لي سيت اب للارافيل بريز. طيب لاحظ حاجه كمان هنا، قال لك ان انت بعد ما تعمل الامر ده خلاص، انت بالنسبه لك الامر ده نزل عندك. تمام، بعد ما تعمل الامر ده قال لك هتعمل بي اتش بي ارتيزان بريز انستول. نتاكد بس ان الامر الثاني خلص معانا. خلاص كده تمام. بعد كده عايزين نقول له بليز انستول اللي هو بي اتش بي ارتيزان بليز انستول. قال لك دلوقتي ان انا عملت لك سكسسفول بنجاح، بس في نقطه ايه هي؟ انا عايزك لو سمحت تعمل ان بي ان انستول والان بي ان ران ديف. طيب في بعض الناس بتعمل الجزئيه دي، يعمل كده انستول لده وبعد ما يخلص يروح عامل انستول لده. قال لك عشان ان انت تريح نفسك وتعمل الاثنين دولت هتاخد الامر ده كله كده اهو كوبي واضغط هنا، بيقول لك ان بي ان انستول وبعد كده اند
يعني. ولو سمحت وانت بعد ما تخلص الان بي ان انستول اعمل لي ان بي ان رانديف، طبعا اللي هو يخص جافا سكريبت. طيب حاجه ثالثه وركز فيها كويس جدا، عشان تعمل الامر ده لازم يكون عندك على جهازك نوت جي اس، يكون نازل على جهازك. طب يا باشمهندس اجيب منين نوت جي اس ده لو انا مش موجود عندي الجهاز؟ لان ده مشكله كبيره جدا بتواجه بعض الناس لما بيجي يعمل سيت اب للامر ده، فبيعمل معاه مشكله وما بيشتغلش. ادي النود جي اس اهوت. لو ما عندكش النود جي اس على جهازك، لو الامر عمل معاك مشكله خلاص، انت بتدخل على الويب سايت بتاع النود جي اس، ومفروض بتختار مثلا هو الفيرجن بتاعهم دلوقتي 15.12 ده، وهتعمل انستول، وبعد كده هينزل على الجهاز، هتعمل له سيت اب عادي خالص اللي هو نيكست نيكست نيكست، وبياخد تقريبا حوالي 10 دقائق لربع ساعه، وبعد كده المفروض بينزل عندك في درايف السي على ما اعتقد، انا بحاول اتذكر بيكون موجود عندنا في درايف سي اللي هو نود جي اس. خلينا نشوف بس كده هو بينزل فين. احنا ممكن نعمل حاجة، ممكن نبحث على السي كلها نود جي اس. طيب احنا عندنا هنا حرف الاي ناقص، انا بس يعني بحاول افتكر هو بينزل على، يعني هو بينزل في السي تقريبا، المفروض بينزل عندي في النود جي اس بينزل في سي، انا بحاول بقدر المستطاع ان انا افتكر لك هو بينزل فين عشان بس اوريك الفايلات اللي هي بتنزل يعني. عامه يعني بس انا بحاول يعني بتبقى موجوده سي مثلا على سبيل المثال اللي هي كده، تلاقي مكتوب مثلا سي مثلا هنا مكتوب نود جي اس ومكتوب كل الفايلات بتاعته موجوده، بس هو هنا المفروض عندي نازل، بس انا اهو موجود، معلش انا اسف اهو. هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها نود جي اس هنا كده، لو ضغطت عليها هتدي الحاجات اللي موجودة بتاعت النود جي اس بتبقى موجودة جوه البروجرام فايلز، تمام؟ لو مش موجود عندك النود جي اس هنا تعرف ان هو مش متسطب عندك. وفي امر تاني ان انت ممكن تعمل هنا في الامر وبتعمل فيرجن للنود جي اس، فبناء عليه بيعرفك النود جي اس موجود او لا في التيرمينال، تمام؟ طيب بعد ما انا دلوقتي المفروض عندي سطبت النود جي اس وكل شيء تمام، هنفذ الامر ده. طبعا الامر ده بتاع ان بي ان انستول والان بي ان ران ديف بياخد تقريبا من دقيقه لدقيقتين، بعد ما يخلص سيت اب برجع لكم ان شاء الله. ورجعت لكم مره تانية بعد ما عمل لي السيت اب للران اللي هو ان بي ان انستول والان بي ان ران ديف. دلوقتي دي الخطوة اللي بعد كده، المفروض دلوقتي ان هو عمل لي نظام اوزنتيكيشن كامل على البروجكت، تمام. خلينا نرجع بس كده نشوف الباكج بعد ايه اللي هيحصل، ان احنا بعد ما سطبنا الان بي ان ران وخلاص تمام كده، بالنسبه لي نظام الاوثنتيكيشن بقى موجود. طيب عشان اتاكد ان نظام الاوثنتيكيشن نزل عندي بالفعل هعمل ايه؟ اول جزئيه هتلاحظها ان ظهر عندك هنا، لو رحنا على الاب على الاتش تي تي بي على الكنترولر هنلاقي عندنا حاجه اسمها اوس. الاوس دي مسؤولة عن نظام الاوزنتيكيشن، هو ضافها لك كلها بالكامل، نظام الاوزنتيكيشن سواء الكونفيرم باسورد ولا الايميل فيريفيكيشن ولا الكلام ده كله هو ضافه لي. طيب الخطوة الثانية ان هو عمل لي حاجة مميزة جدا جدا يمكن ما كانتش موجودة في الاصدار اللي هو الاصدار السابع. لو رحنا على الراوتس هنلاقي ضاف لنا فايل هنا اسمه اوس. الاوس ده هو لم كل الراوتس الموجوده بتاعه نظام الاوثنتيكيشن حطها في الاوس هنا لوحدها بعيد عن اي حاجه خالص. طيب بعد كده لو رحنا على الويب بتاعنا هو بقى كل اللي عمله ايه؟ عمل ريكوايرد اللي هو الدي اي ار، وعمل ريكوايرد دي للفايل بتاع الاوس، يعني يعتبر الفايل بتاع الاوس ده بدل ما كان يحط لك كل الراوتس ديت هو استدعى بس الصفحة هنا وظبطها، وكل ده ان شاء الله هنعمله ترتيب قدام ونشوف كل الجزئيات دي. طيب دي الخطوة عشان نتأكد ان البروجكت بتاعنا اشتغل بشكل صحيح ونزل نظام الاوثنتيكيشن هنا. اول ما عملت ريفريش لاحظ على طول ظهر لي هنا اللوجن والريجستر. لو انا ضغطت على اللوجن كده
ده الشكل بتاع اللوجن اللي هيظهر معاك في لارافيل 8 الشكل الجديد. هو موفر لك كل حاجة. يعني انت مثلا لو رحنا على فورجيت يور باسورد هلاقي هو اصلا عامل لك، شوف عامل لك كل الراوتس ومظبطها لك. طبعا لو جينا نقول له احنا عايزين نسينا الباسورد وبعت لنا الباسورد على الايميل، هيظهر لك خطأ دلوقتي. اول حاجة هيقول لك ان مفيش داتابيس، دي رقم واحد. الحاجة التانية لو في داتابيس فعليا هيقول لك ان اعدادات الايميل غير صحيحة عشان انا ارسل منها. طيب اللي هنعمله دلوقتي ايه؟ ان احنا دلوقتي عايزين ننشئ الداتابيز بتاعتنا عشان نبدأ نعمل مايجريشن لكل البروجكت بتاعنا والداتابيز تبدأ. طيب في البداية قفل كل الكلام ده، هنروح على ملف الانف. المفروض دلوقتي عندي ده الديفولت الموجود جوه لارافيل، فاحنا هنقوله مثلا ان احنا عايزين نسمي، طبعا انا بقول بالنسبة للتسمية سمي كيفما تشاء براحتك، يعني سمي كيفما تشاء. انا هسميه مثلا hospital underscore db مثلا، تمام، اللي هو الداتابيس. نفس الاسم ده هو اللي انا هشتغل عليه في ال php my admin، تمام. انت برضو زي ما بقول لك ارجع في الاول وفي الاخر سمي كيفما تشاء، مش شرط تسمي نفس اسم الداتابيس، دي حاجه ترجع لك يعني. بس انا دايما بحب في البروجكت اللي انا ببقى شغال فيه بحاول بقدر المستطاع اسمي الاسم بنفس الحاجه عشان بعدين ما توهش جوه الداتابيس ويكون عندي اكتر من داتابيس، فبيكون عمليه تنظيميه مش اكتر. فهاجي هنا اقول له نيو، ونفس الاسم اللي انا عملته في الملف الانف هنا، وهختار يو تي اف جنرال سي اي طبعا عشان تدعم معايا اللغه العربيه، عشان لو في بعد كده لو احنا عملنا انسيرت في الداتابيز باللغه العربيه ما يعملش معايا اي مشاكل، تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده، في احيانا بيحصل معاك حاجه، يعني ممكن يحصل معاك حاجه وممكن ما تحصلش. بمعنى انا هنا هنفذ امر، مثلا على سبيل المثال انا عايز اقول له امر المايجريشن المايجريت. طبعا يا جماعه ده ملف اكواد، انا دايما بسهل على نفسي في عمليه الاكواد، في حاجات كتير انا بحتاجها، فبضطر ان انا بدل ما انا اعمل كل شويه الامر واقعد اكتب الامر بايدي، فده بيخلي لي ان انا الاكواد يعني حافظها عندي زي بشكل مساعد، ان هي تساعدني بس مش اكتر. لكن لو انت عايز تكتب الكودينج براحتك خالص، بس انا عشان وقت الفيديو والكلام ده كله فدايما بيكون عندي الاكواد موجوده بشكل افضل يعني، تمام. انا لو جيت هنا عملت كنترول اس كده وقفلت، وبعد كده المفروض عايز اقول له بي اتش بي مايجريت. لو سمحت بقى الحاجات الديفولت اللي موجوده جوه لارافيل، يعني طبعا لو رحنا هنا على الداتابيز على المايجريشن هنلاقي ان هو هيعمل لي مايجريشن للجزئيتين دول، هيعمل لليوزرز وبعد كده هيعمل لي للباسورد ريسيت واللي هي الفيلد جوبس. طيب لو انا جيت قلت له نفذ الامر ده، تمام، هو كده المفروض دلوقتي ينفذ الامر بتاعنا. لو جينا احنا عملنا ريفريش هنا في الداتابيز بتاعتنا على طول هو نفذ الامر بتاعنا تمام زي الفل. طيب هنعمل بقى حاجه غريبه دلوقتي، ايه هي؟ انت بتقول لي كده يا باشمهندس ان فعليا خلاص كده الداتابيز هو سمع فيها. طب تعالى نعمل ريجستر لاي يوزر نيم، هنكتب يوزر نيم مثلا اسمه سمير جمال وده الايميل بتاعه، والباسورد مثلا 12345678 9 مثلا من 1 ل 9، نضغط ريجستر دايركت على طول عمل جزئية دي. طيب باشمهندس انا كنت بشوف حاجة غريبة في لارافيل 7، ايه هي؟ اقول لك الغريب في لارافيل 7 كنت بتشوف حاجة لما كنت تنزل بروجكت مثلا كان بينزل بالديفولت بتاع لارافيل هنا، فاحنا غيرنا اسم الداتابيز، كنت تيجي تعمل اي ريجستر او تعمل لوجن او الكلام ده كله كان يقول لك هو مش عارف مفيش داتابيز اسمها لارافيل. اذا دلوقتي في لارافيل 8 من غير ما نعمل اوتلود للكومبوزر او اقفل السيرفر وافتحه والكلام ده كله، هو بيعرف الداتابيز الجديده على طول لوحده بدون اي مشاكل، ودي ميزه من مميزات لارافيل 8. هو كده دلوقتي عمل لي نظام اوثنتيكيشن كامل اهوت، وقال لي ويلكم سمير، وهنا لو عملت لوج اوت هيخرجني بره، ولو جيت عملت لوجن هنا المفروض دلوقتي احنا عندنا الايميل ده ودايركت على طول اشتغل معايا تمام وزي الفل، تمام. لو جينا عملنا لوجن هنا، طيب خلينا نكتب الباسورد 1 2 3 4، نكتبهم غلط، ادي اول مره قال لي اول مره، تمام، قلت له 1 2 3 4 5 6 وضغطت انتر، ادي تاني مره.
وبعد كده 1 2 3 4، تالت مرة كتبت باسورد غلط، رابع مرة كتبت باسورد، خامس مرة كتبت باسورد، سادس مرة. كده اختلف الكلام. ايه هو في لارافيل 8 حتة جميلة جدا عملتها لارافيل 8؟ ايه هي؟ بعد ما تكتب الخمس محاولات في لارافيل 8 الباسورد غلط، ما تقدرش تعمل اي حاجة غير لما تنتظر 35 ثانية او 60 ثانية، وطبعا احنا هنقدر نتحكم في عدد الثواني او الكلام ده كله. طب سؤال بس يا باشمهندس، هي ايه الفكرة ان انا بعد ما احاول 5 مرات ان انا اوقفه وخليه ان هو يعمل بعد دقيقة؟ اقول لك الفكرة منها ايه. كل ما يعمل باسورد غلط حرفيا السيرفر بتاعي بيتعمل عليه هيدك. يعني ايه؟ يروح يدور الباسورد موجود في الداتابيز ولا، يرجع يقول له لا مش موجود، يروح يقول له تاني يقول له مش موجود، يروح يقول له تالت يقول له مش موجود، يفضل يروح 5 مرات مش موجود مش موجود. يا عم انت تعبتني معاك، طب الحل ايه؟ لا انتظر 5 دقايق كده، ما اخد وقتي واخد راحتي وبعد كده افكر تدخل تاني. لاحظ هنا هو بيقول له انك لازم تجرب على 36 ثانيه. انا جيت اجرب اهوت، خلاص هو هيبدأ يشتغل معايا. خلاص لو هو حط الباسورد بشكل صحيح هيشتغل معايا. وطبعا انا اللي قلت لك الجزئية ديت ان شاء الله احنا نقدر نتحكم فيها، ان احنا نحط الدقائق او الثواني اللي هو لما تحاول اكتر من مرة، نحط دقيقة دقيقتين 5 دقائق على حسب ما احنا عايزين. احنا يعني ايه هنهندل الجزئية دي. عشان تشوفها اكتر بشكل اكتر، لو احنا رحنا على الاب HTTP، رحنا على الكنترولر، هنروح على الاوس، هنلاقي عندنا حاجة اسمها authenticated session. انزل تحت كده ثواني، هنا كده اتأكد بس من جزئية في الريجستر، معلش كانت موجودة. معلش خلاص كده تمام، انا افتكرت كانت موجوده فين. اول حاجه هتكون موجوده في الاب HTTP، الاقي عندي ريكويست، هلاقي عندي عمليه اللوجن ريكويست هنا. انزل تحت كده، صغرت بس شويه، لاحظ هنا اهو ده التايمر بتاعك. هو عمل فانكشن اهوت، ده الفانكشن بتاعنا. مضمون الكلام في الفانكشن ده بيقول لي ان لو حصل اي حاجه في الباسورد انا هديله 60 ثانيه ما يعرفش يدخل عندي اهوت، وبعد كده ان هو يقف معايا لمده 60 ثانيه. احنا طبعا تقدر تتحكم في الدقائق بتاعتها والكلام ده كله، هنتحكم فيها ان شاء الله قدام والكلام ده كله. كده بالنسبه لنا احنا الحاجه الثالثه او الرابعه احنا عملناها، نشوف البلان بتاعت الموجود. طيب بعد كده المفروض دلوقتي احنا عملنا انستليشن للاسترا اتوميك، تمام، عملنا انستليشن للارافيل بريز. بعد كده بيقول لك كرييت نيو راوت فايل داشبورد. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله في البروجكت بتاعنا هنشتغل على باك اند وفرونت اند. يعني عندنا ويب سايت فرونت اند وعندنا باك اند في داشبورد هنتحكم فيها. عشان يبقى شغلنا كله سليم ويكون الامور كلها تمام بالنسبه لنا، اول حاجه ان انا عمليه تنظيميه من البدايه عشان بعدين انا ما توهش وانا شغال في البروجكت بتاعنا، لان البروجكت بتاعنا هيكون كبير، فما ينفعش بقى ان انا ادخل الدنيا كلها في بعضيها وادخل الصفحات كلها في بعضها، هتحس ان الدنيا متلخبطه معاك ومش كويسه. اول حاجه هروح على الريسورس، هروح على الفيو. المفروض دلوقتي بيكون عندي الصفحات بتاعتي هنا كلها، مظبوط، اللي هي الفيوز بتاعتك. اول جزئيه هقف هنا في الفيو واقول له نيو دايركتوري. اول حاجه انا عايز اقول له انا عندي حاجه فولدر اسمه داشبورد، ده اللي هيكون فيه الحاجات اللي تتعلق بالداشبورد. ادي اول خطوه. الخطوه الثانيه هيكون عندي كمان فايل جوه الفيوز اسمه نسميه مثلا ممكن نسميه ويب سايت مثلا. نسميه مثلا ويب سايت. الفرونت اند هيكون عندي الداشبورد، هيكون عندي فيها ملفات الداشبورد، والويب سايت هيكون عندي ملفات الويب سايت. طيب كلام جميل لغايه الان، احنا تمام وزي الفل 100 100. طيب نعمل حاجه
برضو عملية تنظيمية مش أكتر. إزاي؟ أنا دلوقتي عايز مثلا لما باجي أعمل في الراوتس هنا، أنا في ده الويب صح؟ بحط الراوتس هنا. طب تخيل كده، يعني عايزك تتخيل معايا جزئية، إيه هي؟ في وقت من الأوقات أنت عندك الراوتس بتاعت الويب سايت والراوتس بتاعت الباك إند كتير جدا اللي هي الداشبورد، فهل يعقل إن أنا في الويب هنا أحط كل الراوتس بتاعي؟ ده أنت بعد ما نخلص البروجكت حرفيا هتحس إن الفايلز بتاع الويب ده عبارة عن سنترال، انت ما انتش عارف مين داخل على مين او الكلام ده كله. فهل في حاجه ان انا افصل الجزئيه ديت، يعني يبقى في حاجه زي الويب للباك اند مثلا او للداشبورد اقدر اعمل الحته دي؟ في موجود للكلام ده كله. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ هقفل دي الجزئيه دي خالص واجي هنا اقول له اب، هنا بعد الاب هروح على البروفايدرز، هلاقي عندي حاجه اسمها راوت سيرفيس بروفايدرز. كلام جميل، هضغط عليها كده وانزل تحت. بيقول لي اصلا هنا فعليا اللي موجود عندي الديفولت اللي بيجي مع لارفل اي بي اي، طبعا احنا ما بنشتغلش اي بي اي دلوقتي، اللي هو بتاع الراوتس الاي بي اي اللي هو ده. لو جيت روحت عنده، طبعا انا ما بحبش اعدي لك حاجه كده مرور الكرام، اللي هو هنا راوت اسمه اي بي اي، وبيقول لك ان في عندك حاجه تانية اسمها راوت ويب. شايف كلمه راوت ويب ديت؟ شايفها كده، خدها كده كوبي وانزل تحت، سيب كلمة ويب. هو طبعا بيستخدم الميدل وير ويب زي ما هي. هنقول له احنا دلوقتي عايزين نعمل صفحة تانية في الراوتس اسمها ايه؟ سميها مثلا، هنقول له داشبورد اهي مثلا، انا عندي راوتس اسمه داشبورد، او سميها عشان تبقى انت ما تتوهش، تعال نسميها مثلا باك اند مثلا عشان ما تتوهش. ركز في الراوتس باك اند دوت بي اتش بي. طيب احنا ما عملناش فايلز اصلا اسمه باك اند دوت بي اتش بي. هنيجي هنا على الويب نعمل كوبي منه ونعمل كنترول في، ان احنا عايزين نعمل نفس الاسم اللي انت عملته هنا هتعمله هنا اهوت، باك اند دوت بي اتش بي. تمام، اذا دلوقتي ظهر عندي حاجه اسمها باك اند اهو. تمام، طيب تعال اقول لك على حاجه، ايه هي؟ انا دلوقتي لو جيت عملت ريفرش هنا الدنيا شغاله معايا، عايز اتاكد ان الراوتس بتاع الباك اند شغال ولا مش شغال. اقول لك ازاي، انت هنا لو جيت رحت على الويب مسحت كل الراوتات اللي هنا في الويب اهو، الباك اند هيشتغل بديل له اهو. ركز، الويب سايت ما باظش ولا حاجه ولا حصل له اي مشكله. ليه؟ لان انا في الباك اند اصلا عندي هنا الراوتس ده اللي بيجيب لي كلمه ويلكم، اذا الباك اند دايركت شغال. طب لو انا جيت وقفت دي كده، تعالى كده نعمل ريفريش، مش هتلاقي الويلكم ما اشتغلش، قالت لي نوت فاوند على طول، هو مش شايف حاجه اصلا في الويلكم موجوده. اذا دلوقتي عشان اتاكد ان الراوتس ده شغال همسح مثلا الفايلات اللي موجوده جوه الويب عشان اعرف الباك اند ده شغال ولا لا. فاحنا هنرجع ده خالص هنا كده عشان نبقى احنا ايه شغالين، ده الويب وده هيكون الباك اند. نمسح بس كل اللي فيه مش محتاجينه دلوقتي، ونيجي هنا نكتب له باك اند. تمام كده، انا دلوقتي نظمت الشغل بتاعي. يعني اذا كلمه راوتس باك اند هيكون فيه كل الراوتات اللي تتعلق بالباك اند، والويب هيكون فيه الراوتات اللي تتعلق بالويب سايت، عشان بس نبقى احنا مريحين نفسنا وامورنا كلها تمام وزي الفل. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه يا باشمهندس؟ تانيه، المفروض دلوقتي احنا عملنا كرييت نيو فايل للداشبورد، بعد كده بيقول لك اعمل انستليشن للداشبورد. طيب عشان نعمل انستليشن للداشبورد او ننزل الفايلات بتاعتنا، طبعا في نهايه الفيديو لما هرفعه لك على اليوتيوب على البلاي ليست الخاصه بالبروجكت، يعني هيكون في موجود الداشبورد كامله عربي وانجليزي، هعملها لك انك تعمل عليها داونلود. طيب بعد ما هنعمل داونلود ليها المفروض هتنزل معايا بالشكل ده، هينزل معايا الباكج كامله كلها بتاعت الداشبورد، لو دخلت جواها كل دي حاجات شغاله عليها الداشبورد. فاحنا هنقول له مثلا احنا عايزين نشتغل على اللي هي الليفت منيو لايت اهيت، احنا بنشتغل على الار تي ال، وبعد كده باذن الله هنظبط ال ال تي ال. طيب كل اللي عليا ان انا هاجي هنا في الريسورس في الفيو، هاخد كل صفحات الفيو معايا
كلام جميل. انا اخدت كل صفحات الفيو واروح على البروجكت بتاعي، انا في الهوسبيتال اهو، رحت على الريسورس، رحت على الفيو، انا في عندي حاجة اعملها للداشبورد صح؟ اه، روح على الداشبورد واعمل بيست. كده مبدئيا انا نقلت الفايلات كلها، احنا ناقلينها كلها عشان نشتغل على كل اللي احنا عايزينه، وبعد ما نخلص البروجكت بتاعنا هنمسح اللي احنا مش عايزينه، لان الحاجات دي صفحات البليك كلها نحتاجها. طيب لو انا جيت رحت هنا كده، قفل كل الراوتس ده، رحت على الريسورس، على الفيو، على الداشبورد، هلاقي كل الفايلات دي موجودة عندي. طيب ادي اول خطوة، انا نقلت الفايلات بس السي اس اس مش شغال. ازاي مش شغال؟ اقول لك مش شغال لسبب واحد. طب باشمهندس معلش، انا عايز بس اتاكد ان الداشبورد اشتغلت ولا لا الاول بدون السي اس اس. طيب الخطوه اللي بعد كده، عملنا انستليشن للداشبورد، بعد كده هعمل كنترولر للداشبورد. طيب تعالى كده برضو نتفق او نختلف، وبرضو لك حريه الاختيار. انا عشان اعمل الكنترولر بتاعي عايز افصل الكنترولر بتاع الداشبورد عن الويب سايت، خلينا برضو حركه يعني على سبيل الاحتراف شويه. هروح على الاتش تي تي بي واقول كنترولر، واقف جواها كده واقول نيو دايركتري، اعمل لي فولدر اسمه داشبورد، عشان ده اللي هيكون فيه الحاجات بتاعتي، سواء الداشبورد بتاعتي او نيجي هنا كمان نقول له احنا عايزين تحط لي فولدر تاني اسمه ويب سايت، ده هيكون فيه الكنترولر اللي يخص الويب سايت. طيب الداشبورد هنا احنا عايزين اول جزئية نعمل كنترولر للداشبورد. طيب هنفذ الامر ده وتعالى نشوفه ايه هو. اول حاجة انا بقول له بي اتش بي ارتزن ميك كنترولر، انت هتدخل جوه فولدر اسمه داشبورد. اه طيب انا شفته، لو سمحت اعمل لي كنترولر اسمه داشبورد. حاضر، واعمل كنترولر. طبعا انا عامل كنترولر عادي خالص مش ريسورس اهو، لو دخلت جوه الداشبورد كده هو انشا لي كنترولر اهوت، مفيش فيه اي حاجه. كل اللي عليا هعمل اقوله public function، هنسميها مثلا index. طيب البابليك فانكشن اندكس ده انا عايزه يعمل ايه؟ عايزه يروح على الداشبورد بتاعتي، بس ركز في حته مهمه قوي. ايه هي؟ انا لو قلت له ريتيرن، كلام جميل، وبعد كده قلت له فيو، حاضر، ارجع فين؟ هنا بقى الكلام. طيب انت عايز ترجع فين؟ ادي السيمي كولون هنا عشان ما تزعلش. تعال نشوف، انا عندي الريسورس، عندي الفيو، عندي داشبورد، حاضر، يبقى انا جواه عندي، هدخل جوه الداشبورد دوت ايه بقى؟ انا طبعا الصفحه اللي بتعرض لي الصفحه الرئيسيه في الداشبورد كلها اسمها اندكس. فين الاندكس؟ اهي تمام، خلينا نشوف حرف الان الاي، ادي الاندكس اهي، صفحه الاندكس. يبقى انا عايز اقول له جواها حاجه اسمها اندكس. كلام جميل كده، انا ظبطت الداشبورد بتاعتي. طيب حلو قوي، عشان الراوت بتاعي يشتغل، يعني انا كده ظبطت الداشبورد بتاعتي، والمفروض دلوقتي لو قلت الراوت رحت على الباك اند، اول راوت معانا احنا عايزين بس يشوف الداشبورد بتاعتنا، مظبوط؟ مظبوط. طيب شايف الراوت بتاع الويب مثلا؟ تعالى بس نجرب عشان نشوف هو شاف ولا لا. هنا دلوقتي انا عايز اقول له الاول بس اتاكد من الجزئيه ديت، ريتيرن فيو، ارجع لي جوه الداش بورد دوت اندكس اللي هي في البدايه، يعني صفحه الويلكم ديت. لا انا عايزه اول ما يرجع، يرجع الداشبورد اشوف بس اتاكد هو هيرجع عليها ولا لا. تمام قوي، حلو قوي، لغايه الان هو رجع على الداشبورد وتمام زي الفل. طيب ارجع بقى شيل الراوت ده خالص ونعمله راوت حقيقي وفعلي. طيب انا عايز اعمل راوت من نوع جيت، ركز بقى في الحته اللي جايه دي كويس قوي. طيب عمليه الراوتس في لارافيل اختلفت شويه عن لارافيل 7. طيب نشوف بقى الراوتس في لارافيل 7 اشتغل ازاي ونشوف ايه الدنيا فيها. في لارافيل 8 المفروض احنا لو روحنا على البيزك، اروح على الراوتينج،
ركز بقى في الجزئية دي قوي. أول حاجة في لارافيل 8 قال لك إن الراوتس بتاعي شكله مختلف شوية. إزاي مختلف شوية؟ تعال نشوف. أدا شكل الراوتس، بعمل راوت جيت وأكتب اسم الراوت. أنا هسميه مثلا، نقول مثلا تعال نقول اسمه مثلا داشبورد اندرسكول مثلا ادمن مثلا داشبورد ادمن. حلو قوي، ده اسم اليو ار ال اللي انا هكتبه عشان نروح عليه. حلو، هنا بقى هختار اسم الكنترول اللي انا عامله. تمام، احنا عاملين راوت هنا اهوت، روح على الاب اتش تي تي بي كنترولر داشبورد، ده الداشبورد كنترولر صح اهو، ناخد اسمه ونروح على الباك اند كده ونضغط الداشبورد ده. بعد ما اوقف عليه هقول له امبورت كلاس، هو دايركت على طول هيحط لي النيم سبيس بتاعتي هنا. تمام زي الفل. قلت له لو سمحت انا لما اكتب يو ار ال اسمه ادمن اندرسكور داشبورد هتروح على الكنترول داشبورد جوه الفانكشن اسمها اندكس اهو، انا عندي فانكشن اسمها اندكس اهي. تمام تمام، تعال نجرب نقول بسم الله. نرجع كده، دي الصفحة بتاعتنا العادية خالص الويلكم صح. انا المفروض دلوقتي لو جيت عملت سلاش وقلت له داشبورد ادمن وضغطت كده رجع لي على الداشبورد ادمن وتمام وزي الفل. اذا الراوت بتاعي بشكل صحيح واشتغل معايا طريقة الراوت في لارافيل 8. تمام، خلينا بقى كده نظبط الدنيا واحدة واحدة. خلاص كده احنا ظبطنا الدنيا. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه يا باشمهندس هعملها؟ انت لما نزلت الداشبورد عملت لها داونلود من على اللينك اللي انا اديته لك. تمام، المفروض دلوقتي احنا اخدنا الريسورس بتاعنا صح اهو، خدنا صفحة الفيوز كلها. تمام، طيب الخطوة اللي بعد كده عايز اعمل ايه؟ اروح على ملفات البابليك، اروح على ايه اللي هي ملفات السي اس اس والكلام ده كله. فاحنا هنشتغل بما ان احنا كنا واخدين الفايل بتاعنا، يعني لو تلاحظ احنا كنا شغالين ار تي ال على الداشبورد الار تي ال دي. تمام، هنروح على البابليك ندخل عشان نجيب سي اس اس ار تي ال اهوت. طيب خلينا نتفق او نختلف، تعال ناخد كل الفايلات موجوده معانا السي اس اس والساس والار تي ال عشان احنا قلنا ان احنا هنشتغل عربي وانجليزي فلازم هحتاج الاثنين دول في وقت واحد. فانا كل اللي عليا هدخل هنا واقول له هات لي كل الملفات دي كوبي. طيب اوديها فين؟ طيب قبل ما توديها في اي حته برضو خلينا نتفق او نختلف، اعمل لنفسك تنظيم. بمعنى يعني ايه اعمل لنفسي تنظيم؟ يعني هنا دلوقتي ده البروجكت بتاعي في البابليك، انا ما اخليش الدنيا كلها سايحه في بعضها كده وداخله مثلا الملفات السي اس بتاعت الويب سايت مع كذا كذا الدنيا كلها داخله في بعضها، لا انا يبقى شغلي منظم جدا جدا عشان ان انا افيد نفسي واريح نفسي. هاجي هنا عندي اعمل نيو فولدر اسمه داشبورد، ونيو فولدر تاني اسمه ويب سايت عشان يبقى موجود عندي الداشبورد بتاع الويب سايت وموجود عندي الداشبورد اسمه الملفات السي اس اس لوحدها وكل حاجه لوحدها. تمام تمام، شايف الملفات اللي احنا هناخدها دي هتاخدها كوبي كده وتروح على الداشبورد، دي ملفات السي اس اس والجافا سكريبت والكلام ده كله هو ينقلها براحته خالص اهيت، عشان ده عمليه تنظيميه مش اكتر. لكن لو انت عايز تشتغل ان الدنيا كلها تدخل في بعضها وتحط ملفات سي اس اس، ما خد بالك انا لسه عندي فرونت اند فبالتالي له سي اس اس وله جافا سكريبت وله بوتستراب وي وي والكلام ده كله، وعندي اللي الداشبورد، ففي الحاله ديت الدنيا كلها هتبقى داخله في بعضها وانت فعليا هتوه. فانت في الحاله دي تكون شغلك من البدايه عمليه تنظيميه. بعد ما يخلص نقل لي ملفات سي اس اس وجافا سكريبت ارجع لكم كده. بعد ما نقل معايا الفايلات وكل شيء تمام خلاص، لو جيت ان انا اجرب برضو ان انا اشتغل على الويب سايت عشان يشتغل معايا برضو هيظهر لي مشكلة كبيرة جدا. ايه هي؟ بيقول لي view layouts master not found. ركز في الحتة دي كويس جدا، بيقول لي view layouts master not found. طيب المفروض اصلا ان احنا واحنا بننقل البروجكت بتاعنا هنا دلوقتي في الريسورس في الفيو انا عندي في حاجه اسمها ماستر. كلام جميل، لي اوت ماستر حلو قوي. بس تخيل حاجه، ايه هو؟ احنا لما جينا نعمل هنا، تعالى بس كده نقفل كل الكلام ده عشان نشوف الخطا ليه ده بيظهر معايا.
هو مش خطأ يعني. أنا رحت على الريسورس على الفيو، هو المفروض يكون الفايلات كلها هنا، فهو مش فاهم إن في أصلا جوه الداشبورد اللي أوتس. ركز أوي في الحتة دي، هو مش فاهم جوه الداشبورد لي أوتس. طيب عشان أعمل الكلام ده كله بمنتهى السهولة، هروح على اللي أوتس، هروح هنا على اللي أوت الداشبورد، أروح على اللي أوتس جوه الداشبورد لي أوتس، هروح على صفحة اسمها الماستر، كلام جميل، هضغط جواها. هو بيستدعي صفحات هنا اللي أوتس والكلام ده كله، لازم هنا إن أنا أزود كلمة داشبورد. طيب باشمهندس أنا هقعد أزود كل ده، هعمل مثلا هضغط على الألت، ركز وعلم هنا، والمفروض عندي هيكون هنا في الانكلود للصفحة ديت والانكلود للصفحة دي، وفي عندي كمان اللي هي الانكلود هنا، تمام. هقول له داشبورد دوت. هو كده دلوقتي بقى فاهم اللي اوتس بتاعتي بشكل صحيح وتمام وزي الفل. طيب نعمل ريفرش اهو. اختلف بقى الكلام هنا حتة تانية، اختلفت الكلام. حلو، هنا دلوقتي دخل على الريسورس على الفيو على الداشبورد على الاندكس. طيب كلام جميل، هو مش شايف حاجه. طيب نقف هنا كده ونفهم واحده واحده. انا هنا عندي صفحه اسمها الاندكس، صح؟ اهي دي اللي هتعرض لي الداتابيز كلها بتاعتي لغايه الان، احنا تمام وزي الفل. هو هنا بيقول له اكستند لي اوتس ماستر، بس احنا اصلا هنا احنا عاملين حاجه اسمها داشبورد، وجوه الداشبورد اللي اوتس، فانا هنا لازم ازود كلمه داشبورد. كلام جميل، نعمل ريفرش ونشوف هل هيظهر معانا مشاكل ولا لا. حلو قوي، هو لغايه الان فاهم الحته دي، بس تحس ان الصفحه تقيله والدنيا داخله في بعضها والسي اس اس مش شغال. اقول لك ليه السي اس اس مش شغال. طيب واحده واحده، قفل الحته دي خالص، هروح على الريسورس، هروح على الفيو، هروح على اللي اوتس بتاعت في الداشبورد، معلش في اللي اوتس. اول حاجه في عمليه الفوتر، ده الفوتر خلاص تمام، ده اللي هيبقى موجود تحت. هلاقي عندي حاجه اسمها فوتر سكريبتس، مظبوط. طيب الكلمه دي اللي هي المفروض اصلا الديفولت اللي احنا كنا نحط الفولدر ده، بس احنا مكانه حاطين ايه اللي هي الاسيت دي، حاطين فيها ايه؟ حاطين اسم داشبورد. طب عشان اغير دي باشمهندس انا اقعد هنا اكتب، هنا اكتب مثلا على سبيل المثال، يعني اقول له هنا اغير دي داشبورد واغير دي داشبورد والكلام ده كله، ينفع يا باشمهندس؟ لا، في حاجه اسهل من كده، هعمل كنترول اف. هو كده بحث على الكلمه كلها صح، واعمل كنترول ار، انا عايز اقول له ريبليس، غير لي الكلمه دي. طب غيرها لك بايه؟ انا عايزك تغيرها لي بكلمه داشبورد اهو، وقلت له ريبليس اول، لاحظ غير لي الكلمه دي كلها للداشبورد. كلام جميل، حلو. هنروح على الهيد، نفس القصه اللي احنا عملناها، هنعمل هنا ونقول له كنترول ار، غير لي بالداشبورد في ملفات الهيد عشان يبدا يفهم المسار بتاع السي اس اس والكلام ده كله. طيب في المين هيدر نفس القصه، لو عندي الحته هروح عامل كنترول اف، وراح اعمل كنترول ار واقول له ريبليس اول اي حاجه موجوده في الاسم ده عشان تجيب لي الصور وتجيب لي كل حاجه. في المين سايد بار نفس القصه، كنترول اف كنترول ار، اعمل لي ريبليس اول. هو عمل لي ريبليس اول للكلام ده كله. ادى الماستر، خلاص احنا كده بالنسبه لنا ظبطنا الماستر، وعندنا الماستر 2 برضو هنظبطها هنا. هنا دلوقتي انا موجود عندي في الماستر 2، هنا بقول له داشبورد دوت هيد، وعندي اللي اوتس داشبورد دوت هيد، تمام. واجي هنا في المودلز نفس القصه، اقول له كنترول ار، وبعد كده اقول له كنترول اف، وبعد كده كنترول ار ريبليس لداشبورد. وهنا السايد بار نفس القصه، اقول له كنترول اف اهو، وبعد كده اقول له كنترول ار، اعمل لي ريبليس باسم الداشبورد. طيب نقفل هنا كده، نقول له اقفل كل التابات المفتوحه، ونعمل نقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف هل فعلا هو يبدا يحس في بالبروجكت بتاعنا بشكل صحيح، بملفات السي اس اس، بملفات جافا سكريبت او الكلام ده كله. طيب اول جزئيه هو في اللودر هنا مش حاسس بيه عمليه اللودر. طيب واحده واحده نتاكد من الجزئيه دي، هو هنا مش اول يعني مش قادر يحس بيه عمليه اللودينج. طيب واحده واحده نروح على الداشبورد،
على اللي اوتس، نتاكد اول حاجه في الفوتر سكريبت. تمام، هو بدا يعرف الفوتر سكريبت عندي. طيب في ملفات الهيد، عرف ملفات الهيد بتاعتي، هنا عرف الملفات بتاعتي. تمام، انا كده ظبطت حاجه. انا واقف هنا جوه صفحه ايه؟ جوه صفحه الاندكس. تمام، اروح رايح على صفحه الاندكس. ركز قوي في الحته دي. رحت هنا على صفحه ايه؟ الاندكس اهي، index.php.plate. اقفل كل الكلام ده، ده الاندكس صح. نفس القصه، هروح عامل كنترول اف، حلو، كنترول ار، واقول له ريبليس الكلمه دي كلها عشان يبدا يحس بيه ملفات السي اس اس كلها بتاعتي والصور والكلام ده كله، واعمل كنترول اس. اول ما اجي اعمل ريفرش دلوقتي خلاص هو هيحس بكل حاجه جديده اهو المفروض يحس بيها. تمام، هو حاسس بكل ملفات جافا سكريبت بس مش حاسس بعمليه اللودر اللي هو يعمل لي عمليه لودنج هنا في الحته دي. طيب نشوف المشكله بتاعت اللودر ديت ايه. طيب لو احنا جينا روحنا على الريسورس، على الفيو، على الداشبورد، على اللي اوتس، نشوف بس في الماستر هنا. هنا بص في الماستر دي احنا نسينا بس الكلمه دي ان احنا نخليها داشبورد اهوت في صفحه الماستر عشان يبدا في عمليه اللودر اللي هو يعمل لي. لاحظ كده لما اعمل ريفرش عشان يبدا عمليه اللودر بتاعت اللي هي عمليه التحميل تظهر معايا كده. الداشبورد اتسطبت معايا بشكل صحيح وشكل سليم وتمام وزي الفل. ان شاء الله باذن الله من اول الدرس الجاي باذن الله ان شاء الله هنبدا نعمل بيها عمليه الراوتس ونظبط الدنيا بتاعتنا ونظبط كل حاجه ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.